كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى رجلا يطوف بها ويقول يا كريم، فقال النبي صلوا على النبي، فقال النبي وراءه يا كريم. فانتفض الأعرابي إلى الركن الثاني وقال يا كريم، فقال النبي، فقال الحبيب وراءه يا كريم. فانتقل الأعرابي إلى الحجر الأسود وقال يا كريم، فقال النبي، فقال الحبيب وراءه يا كريم. فانتقل الأعرابي إلى النبي فقال له أتزأ بي يا خلا رب، والله لولا صباحك وجهك ولا طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمد. وقال له النبي أولا تعرف نبيك يا ودخلت مكة ولم ألقاه؟ قال له النبي أنا نبيك يا أخ الأعرب. فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي فنزل جبريل الأمين على النبي فقال له يا حبيب الله، الله يكرمك السلام ويكون لك كل هذا الأعراب أن يضر يا فقال الأعرابي والله يا نور العين يا جد الحسنين لو حاسبني ربي لو حاسبنا. قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا على ذنبي حاسبته على هجرتي، وإن حاسبني على تفسيري حاسبته.
أنت